تنضم إلينا من سانت بطرسبرغ أمل الحناوي موفدة القاهرة الإخبارية. مرحبا بك أمل. يعني قطعا هناك تفاصيل ومستجدات كثيرة، فلو تطلعينا على آخر التطورات الخاصة بالقمة الروسية الأفريقية وأهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال. نعم، بعد تحية لك وللمشاهدين الكرام في كل مكان، أنا الآن متواجدة حيث مقر انعقاد القمة، والتي من المتوقع أن تبدأ جلساتها الأولى بعد قليل. يعني من المتوقع أيضا حضور عدد كبير من القادة الأفارقة من حوالي 49 دولة إفريقية من أصل 54 دولة، سيشارك على مستوى يعني رؤساء الدول والحكومات قادة من 27 دولة وممثلون على مستوى أقل مستوى من السفراء والوزراء من باقي الدول الإفريقية. أيضا كما تشاهدي من خلفي بدأ يتوافد العديد من القادة والوفود الأفارقة التي سوف تشارك في القمة الإفريقية الروسية الثانية، والتي سوف تنطلق هنا في سان بطرسبرغ. يعني هناك أيضا إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات الروسية لتأمين هذه القمة. العديد من الملفات سوف تكون مطروحة في جلسات النقاش التي سوف تمتد لحوالي 30 جلسة نقاش على مستوى يعني القادة الأفارقة، بين القادة الأفارقة وبين الجانب الروسي في مختلف المجالات، ستستمر على مدى يومين. أيضا الرئيس فلاديمير بوتين سيبدأ بكلمة افتتاحية بعد قليل، كلمة كبيرة سوف يقيم فيها الوضع العالمي، وسوف يقيم فيها يعني المتغيرات الطارئة على الساحة، وسوف يؤكد على دعم للأفارقة في تحقيق الاستقلال، سواء الاستقلال الاجتماعي أو الأمني أو الغذائي، ويؤكد أيضا على دعم روسيا دوما للدول الأفارقة في مختلف المجالات. يعني بعد انطلاق القمة ستشهد جلستين عامتين، سيلقي فيها الرئيس فلاديمير بوتين كلمة، وسيلقي فيها أيضا الرؤساء الأفارقة زعماء الأفارقة المشاركون في هذه القمة كلمتهم من حوالي 27 دولة، وبعد ذلك ستكون هناك أيضا قمة إنسانية روسية إفريقية ستتناول الوضع الإنساني والاجتماعي في الدول الإفريقية ومجالات التعاون المختلفة بين الجانب الروسي والإفريقي. أيضا على مدار يومين سيكون بعد انتهاء هذه الجلسات بيان ختامي يؤكد الجانب الروسي على أن هناك اقتراحات كبيرة فقط لتحسين الأوضاع الناتجة عن الأزمات التي حدثت في الأعوام السابقة كجائحة كورونا وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية. أيضا الجانب الروسي أكد على أنه برغم العقوبات المفروضة عليه إلا أنه مستمر في دعم الدول الإفريقية وتوفير المواد الغذائية المتمثلة في المحاصيل المختلفة كالحبوب والقمح والشعير وأيضا الأسمدة وتوريدها لهم بشكل مجاني أو بشكل تجاري، وخاصة بعد الضغوط التي مارستها الغرب مؤخرا بحسب قول الروس على الجانب الإفريقي والدول الإفريقية لحثهم على عدم مشاركتهم في هذه القمة، خاصة بعد انسحاب روسيا مؤخرا أو منذ أيام قليلة قبل انعقاد هذه القمة من اتفاقية ما تسمى بصفقة الحبوب والتي كانت مقررة أن تتم عبر البحر الأسود. يعني روسيا أكدت على أنها سوف تستمر في دعم الدول الإفريقية في مكافحة الجوع، في مكافحة الفقر، توفير المحاصيل الزراعية لهم. روسيا أكدت أنها صدرت برغم الظروف الحالية حوالي 11.5 مليون طن من القمح لبعض الدول الإفريقية، وأيضا في مطلع العام الحالي في 6 شهور الأولى روسيا صدرت حوالي 10 ملايين طن من القمح. أيضا روسيا
فقط تقول انها لا تنافس الغرب في افريقيا، روسيا تتعامل مع الغرب بشكل تعاوني، روسيا تريد التعاون بشكل متساوي، روسيا تقول انها لا تفرض سيطرتها ولا املاءاتها على الدول الافريقيه كما يفعل الغرب، روسيا تقول انها تختلف عن الدول الاوروبيه في انها ليس لديها ازدواجيه معايير ولا تفضل ان يكون هناك تعامل مختلف بين الدول، تريد الاستقلال وعدم التدخل في الشأن الداخلي. كل هذه التصريحات كانت من قبل المسؤولين الروس قبيل انعقاد هذه القمة. أيضا ملف الطاقة والوقود والاستكشافات الجيولوجية التي تعتبر روسيا واحدة من دول العالم المتقدم في هذا المجال، روسيا أكدت أنها سوف تساعد الدول الإفريقية في البحث والتنقيب عن الغاز وعن النفط. روسيا تقول أنها سوف تناقش دور المرأة في روسيا والدول الإفريقية في التنمية المستدامة، وفي أيضا المجال الثقافي، في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات المختلفة في المجالات الكثيرة، وخاصة مجال التعليم والتعليم عن بعد. وأيضا روسيا أكدت أنها سوف تمنح وتقدم منح دراسية للطلاب في مختلف الدول الإفريقية للقدوم إلى روسيا والدراسة بها بشكل مجاني. روسيا أكدت أنها سوف تكون داعمة يعني على الدوام للدول الإفريقية. روسيا أكدت أنها تأمل كثيرا ب يعني إيجابيات هذه القمة وأن سيكون لها نتائج عظيمة. أيضا كان هناك مشاركة مصرية، روسيا رحبت بالجانب الروسي، روسيا يعني والجانب الروسي رحب بمشاركة الجانب المصري وبمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقالوا أنه تربط مصر وروسيا علاقات قوية ولها جذور قديمة. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور عظيم في انعقاد القمة الإفريقية الأولى والتي كانت في منتجع سوتشي في عام 2019، حيث كان يترأس الاتحاد الأفريقي حين ذلك أيضا. وكانت القمة الأولى الروسية الإفريقية التي عقدت في منتجع سوتشي تحت رئاسة روسية إفريقية مشتركة. وأيضا كان هناك لقاء قمة ثنائي يجمع بين الرئيس بوتين ونظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن العديد من بحث يعني أوجه التعاون المختلفة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، والتباحث أيضا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية المختلفة. مصر يعني لديها العديد من الملفات الهامة التي سوف تناقش وتطرحها في هذه القمة، كالملف عودة الاستقرار والهدوء إلى السودان مرة أخرى، حيث أنه يعتبر بوابة الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. مصر لها دور كبير كما وصفها محللون وخبراء بأنها مهندس العلاقات الإفريقية الروسية، ولها دور عظيم مع القارة الإفريقية وخاصة في السنوات الأخيرة. يعني الجانب الروسي رحب كثيرا بالجانب المصري وخاصة بالرئيس المصري، وخصوصا أنه في شهر أغسطس القادم سوف يكون هناك تعاون أكثر بمناسبة مرور حوالي 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية. توقع الجانبان المصري والروسي أن تزدهر العلاقات في مختلف المجالات. نعم. الاقتصادية وأيضا الثقافية والفنية والعلمية في المستقبل. نعم. أشكرك من سانت بطرسبرغ أمل الحناوي، مفادة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوفيرة.